مرحبا بكم، معكم سيف علي. اليوم نتكلم على مرسلة حرارة. هذه المرسلة تنصب داخل البانل مثل ما جاي يشوف، مكتوب عليها RTD لقياس السنسر نوع RTD، وتشوف الواجهة الأمامية. طبعا بها أنواع مختلفة ولكن بالنهاية كلهم نفس التصميم تقريبا. الربط راح يكون حسب المرسلة، اكو وايرين، اكو 3 وايرات، اكو 4 وايرات. على الاغلب راح تلقى ام الوايرين اللي هو هنا حسب المخطط الموجود، الوايرينج دايجرام تربط على 1 و4 اذا عندك RTD ال4 وايرات. فمثل ما جاي تشوف تربطها سلك على 1 والسلك الثاني على 4. هذا السنسر اللي موجود على المؤدة راح يربط بهالشكل، يوصل البنل هذا الترانسميتر، فنربط بين 1 وبين 4. نجي للسبلاي مالتها، اكيد 24 فولت دي سي مثل ما جاي تشوف على 9 و10، لازم تعطيها 24 فولت دي سي تغذيها حتى تشتغل، اللي هم هذه النقاط اللي بالاعلى 9 و10، جاي تشوف بالتسلسل اللي موجود، وال4 ل20 ملي امبير بها منفذين. انت حسب حاجتك تاخذ، تريد منفذ واحد تستخدمه او منفذين، ماكو اي اشكال. اكو اشارة موجب وسالب عليه، راح تاخذ موجب وسالب، وبالنهاية توصل هذه الاشارة الى البي ار سي خاصتك، وتستخدم هذه الاشارة لمعايرة هذه المرسلة او لانشاء الارم او لحسب اللوجيك اللي موجود عندك. فالمرسلات مو عادة تكون بالحقل، مرسلات ممكن تكون في البانل، ولكن انت تستخدم السنسر الخارجي توصل بهذه المرسلة وتستفاد منها. لحد هنا نشكر متابعتكم، تحياتي. Hello and welcome. In this tutorial I will explain the temperature transmitter. You can use this type of transmitter instead of external type. This type can built inside the panel, so you can directly connect your sensor from the field to this panel, and then from this transmitter to the PLC or controller. You can see this wiring diagram. For 2-wire RTD you can use 1 and 4 pin, so use 1 and 4 for 2-wire RTD, or 3-wire or 4-wire you can flow this wiring diagram, so you can connect any type of RTD. And for power supply, surely you can use 24 volt DC, so in 9 and 10 used for supply, you can connect your power supply to this pin, and the other pin pin out for 4 to 20 milliampere. This is a field signal. You can directly connect this field signal to the PLC or any other controller to measurement. You have 2 outputs for this transmitter. So any other type may be same with this type. So with small other difference, so by this tutorial you can use any other transmitter. Thank you.